السلام عليكم ملوك الحدود، اتمنى تكونوا بخير، اتمنى تكونوا في صحة جيدة. تحياتي لكم ومرحبا بكم خوتي وصحابي وحبابي. الموضوع اللي غندويو فيه اليوم الخوت مختلف على جميع المواضيع اللي كنت كنتطرق لها. الموضوع ديال اليوم مختلف ومختلف ديال بصح. غتلقاو كلكم اي واحد طلع لي هذا الفيديو غتكون كدور لك في شي حاجة في راسك، غيكون تواصل معك شي واحد هاجر لكندا وانا تواصل معايا دراري هاجروا لكندا بهذه الطريقه اللي غنبارطاجي معاك دابا. وانت ولا انت غتكون تواصلتي او شفتي شي واحد ودربكم ولا كتعرفه من بعيد هاجر لكندا، وكيدور لك في دماغك كيفاش مشى، شنو دار باش مشى. واغلبيه ديال الناس اللي كيمشي وكيصمكوا عليك وما غيقولوش لك باش مشينا، حيت حنا عندنا عقليه اللي شويه مريضه. اي واحد مشى بشي طريقه ما غيبغيش يقولها لك، ما غيبغيش يقولها لك وما يبغيكش تعرفو وما يبغيش تعرفو كيفاش مشى. داكشي علاش جبت لك اخويا هاد المعلومه، باش تعرفو باش مشى وباش انت دير بحالو وباش انت يسهل عليك الله وباش انت تمشي وباش انت تدفع باش انت توكل على الله. ما غتخسر والو غير من التليفون ديالك غادي تدفع، وغير انت مريح في قهوه جالس في قهوه غادي تدفع، ما غتخسر حتى شي حاجه. ثق بيا ما غادي تخسر حتى شي حاجه. هادي واحد المقاطعه كاينه في كندا خالية من السكان وخالية من اليد العاملة، باغي الناس يخدموا وباغي الناس يعمروا هاد المدينة اللي كاينة في هاد المقاطعة، مقاطعة ألبرتا الكندية. هاد المقاطعة ما كيمشوش ليها بزاف ديال الناس وما كيهاجروش ليها بزاف ديال الناس، قليل نسبة السكان اللي فيها، ضئيلة وضئيلة جدا. أغلبية ديال الناس كيمشيو يهاجروا لكيبيك، كيهاجروا المقاطعات الكبار في كندا، كيعمروا المقاطعات الكبار في كندا. اما هذه مقاطعه البرتا، هذه المقاطعه فيها عدد السكان قليل وباغا اليد العامله. وحكومه المدينه اديسون الكنديه سهلات على رجال الاعمال الكنديين باش يجيبوا ناس من خارج كندا اللي كانوا دايرين لهم واحد الشروط الاصعاب، سهلوا لهم الامور ديال بصح باش يجيبوا ناس من خارج كندا ويجيبوا اليد العامله ويعمروا مقاطعة البرتا الكندية، بالخصوص مدينة اديسون. وانت كتقول كيفاش فلان مشى وكيفاش خونا مشى، هاد الطريقة باش مشى كيمشي بهاد المواقع وكيدفع، كتلقاه كيدفع في 60 وظيفة في النهار، 70 وظيفة في النهار، ما كيريشيش، شاد تليفون ولا مريح في القهوة بخصوص يمشي يتفرج في التفاهة، ولا غيمشي يضيع الوقت في شي حاجة ديال التفاهة في شي فيديو غياخد ليه الوقت ومغيستافد منه والو. كيمشي يدخل السيت كيسجل المعلومات وكيكون مقاد ديجا السي في ديالو، سي في كنديا مقادو في التليفون ديالو بي دي اف، وباركو كيصيفط، شاد السون وباركو كيصيفط، تا كيجي المكتب تا كتكتب ليه تا كيلقى راسو مصيفطين ليه في الايميل، حيت كيردو عليك في الايميل. كل وظيفة وعلى حساب، كاين لي شهر كاين لي شهرين كيردو عليك، تا كيتصدم خونا راه تقبل. أغلبية الناس اللي كيهاجرو لكندا راه كيهاجرو بهاد الطريقة. كاينه طريقه اخرى ديال مؤتمر التوظيف اونلاين، وكاين حيت تواصل معايا واحد الدري مشى اونلاين، مشى بمؤتمر التوظيف اونلاين، وكاين اللي كيمشي مؤتمر التوظيف اللي على الواقع. كاين الناس المشغلين ورجال الاعمال الكنديين كيجيو لمراكش ولا كيجيو للرباط وكيتلاقاو مع ناس عندهم كفاءات، كتكون بقات السيره الذاتيه ديالك، الا كانوا عندك الشروط وكانوا فيك الشروط اللي باغين راه كتقبل وكتحصل على عقد عمل وكتمشي لكندا. طريقه سهله، هادي هما الطرق اللي كيمشيو بيهم بزاف ديال الناس، واغلبيه كيمشيو بهاد المواقع. وهاد الموقع اللي غنبارطاجي معاكم دابا غنوريكم الطريقه كامله كيفاش تسجل. انت مريح في القهوه، مريح في قهوه ما عندك ما يدير، بلاص ما تدخل تفرج شي فيديو ديال التفاهه في شي حاجه ما غتزيدكش ما غترجعش لك بالنفع، شي واحد غيعطيك الطاقه السلبيه ما عندك ما دير بيه، غاتجي فيدي اي حاجه وغتتبع معايا هاد المراحل وغتبقى تطبقها في كل وظيفه. عندك ديبلوم في شي وظيفه، عندك كفاءه في شي وظيفه، دخل وقلب وقلب ودفع. ودابا خليكم معايا غندوزو طريقه التسجيل في موقع الحكومه ديال مدينه اديسون. هذا الموقع طريقه التسجيل كيفاش تسجل وكيفاش تملأ الاستماره بجميع المعلومات الشخصيه ديالك، خليكم معايا. اول موقع ملي كتدخل الرابط اللي غنخلي لك في صندوق الوصف وغنخلي لك مثبت في اول كومونتير غيطلع لك هذا الموقع. ملي غتدخل لهذا الموقع غادي تقلب على الوظائف، كاينين الوظائف بزاف، غتقلب على الوظيفه اللي غتناسبك، الوظيفه اللي غادي تناسبك كتقلب.
راه كيكونوا باللغة، فهمتي، باللغة الإنجليزية، راك يكونوا باللغة الإنجليزية. غير هادي جوجل، ديال جوجل كروم كتعاون، راك عارف ديك اللي مدخلها في، راه كتكون في جوجل كروم، راه كتساعدك كتقلب على الوظائف. ناخدو مثال كيفاش طريقة التسجيل، والطريقة راه كتطبق على أي وظيفة كاينة في الموقع. شوف هاد الوظيفة، قدم الآن، كتطلع لك هاد الواجهة، طلع لك هاد المرحلة الأولى، غادي في معلومات الاتصال الخاصة بك، كدير الاسم الأول ديالك، الاسم ديالك، نخليش الساعي ديالك، اسم العائلي، اسم الثاني ديالك، ديرو حسو، حسو، كدير رقم الهاتف ديالك، واخا اختياري انت غديرو، كدير رمز البلد، كنتي من الجزائر كدير الجزائر، رمز البلد الجزائر، تونس رمز البلد ديال تونس، مصر رمز البلد ديال مصر، المغرب غنديرو رمز البلد ديال المغرب، كضيف رقم بدون صفر، يعني كدير مثلا كدير البريد الالكتروني ديالك، البريد الالكتروني ديالك اللي كتخدم بيه واللي خدام بيه، حيت هو اللي غيوصلوك فيه الرسائل، البريد الالكتروني المفعل اللي عندك. ناخذ مثال، ديرو شي بريد الكتروني، صافي كتير بريد، هادي اختيار المدينة والمقاطعة، كتير شنو هنا، زدت رقم، زدت رقم، حتى النمرة درتها من راسي. كدير هنا السيرة الذاتية ديالك، السيرة الذاتية عن طريق سي في كنديان، اللي ما كيعرفش يصيف سي في كنديان، تشي سيبر او تكلف شي واحد يصيبو لك. كاينين الناس في دابا حاليا في فيسبوك كيمكلفين بهاد البلان ديال سي في كنديان، كيصيبوه الناس، كتخلصهم واقيلا نظن بهذا الشي تمام بسيط، كتصيبو، كتمشي سيبر او تاني ولا كتصيبو، ولا كدير طريقة انشاء سيرة ذاتية عن طريق سي في كنديان، محركات البحث في جوجل سيرش كيطلع لك الطريقة، كتطبقها، ما عندك حتى شي اشكال، كدير السيرة الذاتية ديالك، كتجي لهاد الخانة، كتكون عندك ديجا بي دي اف تليفون ديالك مع التواصل عندك، كدير تحميل السيرة الذاتية. كنشرح لكم داكشي مبسط باش اللي ما كيفهمش يفهم، اي واحد يفهم، كدوز الفيشي اللي عندك، كتهبط صافي، كدوز السي في، هاي دوز، هاي كتدخل السي في، هنا كيطرحوا لك اسئلة، اجب عن بعد الأسئلة من صاحب، كم سنة من الخبرة في الصيانة لديك؟ احنا نديرو هاتو، نديرو 5 ولا نديرو 4، واش غادي نديرو هاد 3 مزيانة. يرجى ذكر 2 أو 3 تواريخ نطاقات زمنية يمكن من خلالها إجراء المقابلة. نديرو مثلا هنا، انت واخا مستعد تقدر تكتب ليه مستعد في اي وقيته، اي وقت، ولا دير ليه شي تاريخ، ماشي مشكل، دي 15 شهر 1 2024، انا مكرهتش من غدا، من غدا عسى تكون قادر على التنقل، شو اسئلة بحال بياج، الاسئلة عسى تكون قادر على التنقل أو الانتقال بشكل موثوق إلى هذه الوظيفة. نعم أستطيع أي حاجة في هذه الأسئلة، نعم نقدر نديرها، نقدر، هل تحتاج حاليا إلى رعاية في كندا؟ نعم أحتاج إلى رعاية، أحتاج إلى عقد عمل، وأحتاج إلى مشغل، يكمل هذا اختياري، أدخل الوظيفة السابقة، توضيح خبرة ذات سيرة، يعني اسم الوظيفة، الشركة، يعني هذه اختياري، بغيتي ديرو ما ديروش، ما عندكش دوز حي، مراجعة المعلومات، تمشي ليهم، تقديم طالب، دابا تقديم طالب مشى لهذا الايميل، واخا وهمي،
النمرة وهمية، كل شيء وهمي. ايوا مهم اخوت، نتمنى هاد لا فيديو تنال الاعجاب ديالكم، نتمنى كون فدتكم بشي حاجة، وانا معاكم في اي حاجة، وان شاء الله يكون الخير، والله يسهل على اي واحد قلبه فيه الخير. نتمنى دير واحد لايك، تخلي واحد كومونتير تحفيزي، وتخلي واحد اشتراك الا كنتي اول مرة غادي تشاهدني، اول مرة غادي تشوفني. خلي مواضيع وكندوي في مواضيع دي زوينة، وكنطرق لمواضيع هادفة اللي كتنستاهل ونستحق متابعة. دير متابعة باش يبقى يوصلك كل جديد، ونتلاقاو وتشوفوني في شي فيديو جديد. وتحياتي لكم خوتي العزاز، الرجوع الفيديو مع اي واحد كتعرفوه، والله يسهل عليكم. تحياتي لكم خوتي العزاز.